طرد طارق حامد بتتفق مع نفس وجهة نظرك بانه كان المفروض طرد من اول مره مش انذار ثم طرد؟ لا مش من اول مره، لا لا لا، طرد طارق حامد ده اتاخر 7 سنين. 7 سنين؟ 7 سنين اه، من 7 دقايق اتاخر 7 سنين. بمعنى انه كان يستحق على لقطات مشابهه في ماتشات قديمه بطاقات حمراء تقصد؟ خلاص احنا انت حفظتني يا هاني، حفظتك. ما انا 7 سنين اه حفظتني. طارق حامد استخدم الموقف ده عشرات المرات قبل كده، مش بس طارق على فكره، عشان طارق ما زعلش مني وجماهير نادي الزمالك ما تزعلش مني. طارق حامد يطرد عشرات مرات في عشرات ماتشات في فتره تواجده على نادي الزمالك في ال5 سنين اللي فاتت. ومش بس طارق، في لعيبه ثانيه كتير قوي. مين؟ طب ما انك قلت بقى في لعيبه كتير فقولهم. نقول اساميها؟ يا ريت احب لا اسمعها. بلاش، لما تيجي في وقتها نقول يا هاني. ما عشان الحكام تاخد بالها، بس هو الحكام طبعا ما ينفعش يحاسبوا لعيب على مواقف سابقه. بأثر رجعي، ودي طبعًا. اللي انا كنت بنصح نفسي بيها وانا نازل، لما كنت انزل الملعب والاقي لعيب بيضايقني مثلا. كنت بحاول اقنع نفسي وانسي نفسي، سيبه يعني انسى ما مضى. اتحاسب معاه من دلوقتي، ما تحاسبوش بأثر رجعي. صح صح. فانت بقى عايز تجرجرني عشان اقول لك فلان دوت، لا انا عارف انت عايز تقول مين. مين؟ لا انا مش عايز اقول حد، انت اللي عايز تقول. لا لعيبه كتير. لعيبه كتير. وتحديدا من الاهلي والزمالك كمان. ما تقولهم لي من الاهلي ومن الزمالك. لا 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 لا، انا بكلمك بالتليفون بعد كده اقول لك. وهطلع بكره اقول ان الكابتن رضا البلتاجي قال لي عليهم. طارق ماشي، متفق معاك. طارق حامد اتفضل. وانا اسمع طارق حامد طرده تاخر النهارده 7 سنين، يطرد كتير اكتر من مره في ماتشات كتير. طارق حامد قال للكابتن البنا واحنا بنقرا شفايفه، وقال له انت متاثر بكلام الناس. انا شفت حوار كده بس مش قادر افسره، لكن الحوار بيتقال اكتر من حاجه يعني. الحوار وحتى محمود انا رد عليه قال ما تتكلمش كتير. وطارق بخبرته ما برضه طارق نضج خرج من السكواد. خرج من السكواد. لكن عايز اقول لك ان طرد طارق عاد المباراه لنقطه صفر. رجعت مباراه توازن ثاني ورجعت سيطره ثاني للنادي. صح. وسجل اوستر اموتو بعدها بثواني بعد الطرد ده هدف التعادل اللي الفار برضه راجعه، لكن في ودن الكابتن البنا وقال له تمام قرارك صح مش تسلل. وجهه نظرك هل كان متسللا اموتو في لقطه الهدف؟ هو في لعبه مزدوجه، هل فيها تسلل؟ لا مفيش تسلل، وشيك الحكم مساعد احمد صلاح. تمام. ليس التسلل. في حاجه ثانيه ان مدافع نادي الزمالك معرفش عبد الغني كان عبد الغني لو حط راسه مد ربصه بس كده 10 سم كان ممكن ياخد فاول، لكن خوفه ادى اريحيه للمهاجم الافريقي ان هو يحرز واحد من الاهداف الجميله. جميله الصوره كده يا كابتن هاني، بشكر الاخراج عندك والاعداد. اي خدمه. حقيقه اللعبه هدف رائع، ما فيش فيها تسلل وما فيش فيها فاول. لو مدافع الزمالك قرب شويه كان ممكن ياخد. تمام مفهوم. طيب يعني اللقطه الجدليه التاليه اعتقد والاخيره هي لقطه هدف الزمالك الثالث من ضربه جزاء حصل عليها في الدقيقه. هوفر عليك سؤال وهجيب لك من الاخر. لو جينا مباراه الاهلي والجيش من سنه 2009 والاهلي احرز هدف فوز لابو تريكه اتذكر بفاول كان حكمها ريشه اتذكر من حكم الدولي. مظبوط. واحنا كان فيها دفعه واثرت عن هدف احرز فيه نادي الاهلي الفوز على نادي الجيش، وعلينا عملت عملت مباراه فاصله صح فاز فيها الاهلي على الاسماعيلي وخد فيها الدوري.